الواقع حضرتك احنا عرفنا بقى بعدها بيوم، تاني يوم عرفنا، يوم كان يوم الاربع. عيل ماشي خد يا فلان في ايه ده، ما بحث الدنيا كلها ورا العزبة عم احمد، طب ليه في ايه اللي حصل ده؟ واحدة حضرتك ده واحدة كانت مدفونة وطلعت تاني يوم، ولا مش عارف بعدها بيومين وولعوا فيها. ازاي يا ابني خد ومش خد، سابني ومشي. الله اكبر عليهم سيطره، بقول لك بقى لهم اسبوع سالوا الدنيا كلها، كبير وصغير بيسال، ما فيش ده ابن مين وده ابن انت مين، لا تعال اقعد واسال وانت مين. الله اكبر عليهم، يعني مباحث حلوان، الله اكبر، رجاله حلوان شايفه شغلها كويس.